السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد السوق اللي هو مميز، انا ما عمرني ما صورته لكم اول مره في القناه، اللي هو السوق في الجهه الاسيويه وبالضبط في المنطقه ديال اسكودار. سبق لي وريتكم بزاف ديال الاماكن في اسكودار، ولكن هذه المنطقه اللي هي باينه ما عمرني ما درت معكم فيها، نوريكم الخبايا ديالها ونعطيكم فكره شويه عليها باش ان شاء الله نهار تجيو توصلوا هنايا وتشوفوها. فخليكم معايا في الفيديو باش تعرفوا كامل التفاصيل. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا ودعموني. ولا كنتوا دائما من المتابعين، ما تنساوش لايكات ديالكم باش تشجعوني نعطيكم اكثر. على بركة الله كيفية الوصول سهلة، يا إما بالعبارة أو بالباخرة. كتقطعوا الجهة ديال اسكودار، هادي هي البلاصة ديال العبارات فين كينزلوا. إلا مشيتو هكا ملي كتخرجوا من العبارة كتمشيو نيشان، كتلقاو تماك برج الفتاة كيزكوليسي. كما كتلقاو قدامكم المارماراي، إلا بغيتو أيضا تقطعوا يعني بلا ما تجيو بالعبارات، كاين الناس اللي مكيبغيوش يركبوا في الباطويات، يمكن لكم تجيو بالمارماراي. وهنايا كما كتشوفوا هاد المسجد اللي قدامنا، الناس اللي غيلاحظوا بلي الناس مصيفين فين، هاد الفيديو ما مصورش حاليا، هاد الفيديو مصور من 3 اشهر، غير هو مشى ليا من بالي باش نحطو لكم صراحه، عاد بان ليا كنغابر. هنا كما كتشوفوا هذاك هو المارماراي، كتقطعوا غير الشانطي كتلقاوه. شو كاين المارماراي وكاين حداه المترو، غير هو المترو ما كيقطعش الجهه الاوروبيه بالجهه الاسيويه، فقط المارماراي. قلت لكم مع الاجواء الحاليه والبرد، يعني شحال هذه ما خرجش هذه الايام، يعني في هذا الشهر ما صورش لكم الجديد، ولكن قريب ان شاء الله غادي نصور لكم اماكن اخرى. غير هو هنايا الملاحظه الوحيده اللي غادي نقول لكم، انكم بالنسبه للاسعار اللي غادي تشوفوا في هذا الفيديو، فهي اسعار اللي هي قديمه كما قلت لكم ديال 3 شهور في بدايه السنه، كاع الاسعار كلها تزادت، منها ديال النقل، المواصلات، كلشي تزاد. راه كنت سبق لي ودرت لكم فيديو على المواصلات، فغتزيدوا واحد شويه من عندكم. وهذا ايضا من التحف ديال المعماري سنان، اللي هو واحد من احسن واشهر المعماريين اللي كانوا في الدوله العثمانيه. كما كتشوفوا هذه واحد النافوره ولا الحنفيه، حنفيه اسكودار احمد الثالث. المهم راه كل حاجه كيكون مكتوب حداها القصه ديالها، التاريخ ديالها، فيما مشيتو سواء المساجد او لا القطع هكا اللي كيكونوا اثريين في الزنقره، دائما كيكونوا كاتبين باللغه العربيه الانجليزيه وايضا التركيه. وبالجانب ديالو هي كلية السلطانة مهريماه في اسكودار، اللي فيها مسجد، فيها ايضا مقبرة، فيها بزاف ديال الاشياء اللي مجموعة في بلاصة واحدة. سبق لي صورت لكم الدخلة ديالها، طلعت ملي كنت مشيت لاسكودار، فهي هذه. كيف قلت لكم قبيله بالنسبه للاسعار، الاسعار واخا كنت غادي نقول لكم الاسعار في هذيك الوقت، راه تقريبا غيكونوا نفس الشيء، لانه الدولار طلع اول مره في التاريخ انه الدولار وصل ل 30 ليره، وحاليا الاورو كيساوي تقريبا 33 ليره، الصرف طالع بزاف، داكشي علاش الاسعار اغلبيتهم تزادوا. اللي كيعجبني صراحه في اسكودار هو المقاهي هكا البسيطه، راه كيكون عندهم الشاي رخيص، كيكون عندهم بزاف ديال الاشياء هنايا، وكاينين حتى مقاهي ومطاعم اللي هي راقيه وعندهم داكشي زوين. غير هو دائما كما كنقول لكم بالنسبه للجهه الاسيويه كتكون دائما رخيصه من الاوروبيه في اغلبيه الاحيان. هذا فحال بوفيه ولا فحال محلابه صغيره، اسعار ديالهم رخاصين، سواء المشروبات سواء الماكولات او المخبوزات، عندهم ساندويتشات، عندهم السيميت، عندهم بزاف ديال الاشياء اللي كيمكن لكم تاكلوها باسعار اللي هي رخيصه. كما قلت لكم هاد الاسعار قديمه، دابا الاسعار كلها تزادت. وانا صراحه ما عمرني ما جيت انا لهاد السوق، ما عمرني ما دخلت ليه اول مره. موالفه كنجي لاسكودار، ولكن كنمشي لبلايص اخرين، ما كنمشيش للسوق ديال اسكودار اللي معروف هنايا. كيف كتشوفوا تبارك الله المساجد راه موجوده في اي بلاصه كتمشي، هذه الحاجه اللي كتعجبني بزاف هنايا في تركيا، ان في اي وقت زعما بغيتوا تصليوا او لا اذن كتلقاو راسكم قرابين من المسجد، يعني المساجد قرابين من بعضياتها. كيف قلت لكم هنا في هذه الازقه هادو كاينين بزاف ديال المحلات، وخصوصا كاينين مطاعم ديال السمك غيبانوا لكم كثار. علاش؟ حيت كاين هنا واحد السوق ديال السمك ديال اسكودار اللي هو كبير، وهنا بالجنب ديالو كاينين محلات اللي كتارين، سواء اللي كيبيعوا التوابل او اللي كيبيعوا المكسرات او اللي كيبيعوا يعني المأكولات. كيف كتشوفوا هذا كيبيع الدجاج او اللي كيبيعوا اللحوم،
وهنا راه كيكونوا الاسعار رخاصين، سواء ديال اللحم اولا ديال الدجاج، بزاف ديال الاشياء كيكونوا رخاصين. هذا عنده بحال الفران كيبيع فيه الخبز، كيبيع فيه السميد، كيبيع فيه المخبوزات اخرى. هذا هو السوق اللي معروف هنايا ديال السمك. الا بغيتوا تاكلوا هنا السمك فكيكونوا الاسعار ديالهم رخاصين. كاينين هنا مطاعم اللي جميله، يمكن لكم ايضا كاين بلايص اللي يمكن لكم تشريو السمك ديالكم وتمشيو مثلا تشويوه اولا طيبوه في بلايص اخرى. هنا كما قلت لكم كيبيعوا الدجاج، كيبيعوا اللحوم انواع ديالها، وكيكون الاسعار ديالهم معقول، كيكون رخيص. انا الوقيته اللي كنت مشيت نيت قارنتها مع الاسعار اللي كاينين حدايا، فالاسعار كانوا رخاصين. فحال هنايا هذا السجوك، هذا السجوك ديال الكساب، يعني ديال الجزار، كيكون رائع. ننصحكم دائما تاخذوا السجوك ديال الكساب، ما تشريوش من الماركت، كيكون زوين ومخدوم مزيان. بالنسبه للسجوك راه كيطيب، يلا قلتها اليوم غير الصباح في الانستغرام، حيت كاينين الناس اللي كيشريو وكياكلوه خضر، لا كيتقشر وكيطيب دغيا دغيا في المقله وكتاكلوه. كيف كتشوفوا هنايا راه كاين الكرشه، كاين الكرعين، كلشي كلشي كيتباع هنايا. وهنا كما قلت لكم بزاف ديال المحلات اللي كيديروا بحال دابا داك الساندويتش ديال السمك اللي كاين في ايمينونو، كتلقاوه هنايا بالاشكال. الا بغيتوا حتى الراس راه كاين اللي كيبيعوه هكا مبخر طايب واجد. اما بغيتوا الكرعين وداكشي مغسولين ناضين كما كتشوفوهم بيضين كيشقشقوا، والاسعار ديالهم يعني صراحة رخاصين. أنا في ديك الوقيتة كما قلت لكم قارنتهم بالأسعار ديال المنطقة اللي أنا ساكنة فيها في الجهة الأوروبية، فكانوا الأسعار لا مجال للمقارنة، كانوا أسعار رخاصين بزاف، يعني ماشي بشوية ولكن أسعار كانوا رخاصين. أنا كنحاول نزومي لكم على الأسعار. نتوما ملي كتمشيو حاجة اللي كتعجبني صراحة هنايا، وهذا الشيء كاينه بزاف في الجهه الاسيويه لان ما كيكونش فيها السياح بزاف، كتلقاو دايرين الاسعار في الباب، يعني كتشوف الاسعار. وحاليا دابا راه خرج واحد القانون انه ابتداء من بدايه السنه هذه جديده، ان جميع المطاعم خاصهم يديروا الاسعار في الباب، يعني باش ما يغشوا حتى شي واحد. كيف كتشوف السعر وانت كتحدد واش تدخل اولا ما تدخلش. كما كتشوفوا حتى هذا كيبيع دجاجه، هكا دجاجة كاملة طيبة ولا اللي بغيتو النص ديالها. هذا كيبيع الحلويات هكاك مقليين، حلويات كما كتشوفوا التركية كتكون معسلة، حتى هو كان عنده الأسعار زوينة. باين قديم لأنه كاع دوك اللي كتبونا داك تاريخي، هي زعما تاريخي، شي واحد شي محل تاريخي قديم هو كاين تماك. هذه الدخلة من الجهة الأخرى ديال البازار، راه كاين من الجهة الأخرى كاين حافظ مصطفى، أنا سبق لي هدرت لكم عليه صراحة. يعني أنا كيجيني ما لا يستحق أن الواحد يخسر داك الفلوس كاملة فيها، الحلويات ديالو عادية، وكاينين شي حاجات اللي يعني ما عجبتنيش عنده صراحة، حلوين بزاف الحلويات ديالو. فكيبقى الاذواق كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيعجبو الحلويات وخاصو ضروري يجلس عنده، انا شخصيا ما كيعجبنيش. كيف كتشوفوا المهم هنايا بزاف ديال، رجعت عاوتاني من نفس الدخله ديال السوق باش نوريكم دابا الجهه ديال الملابس. كاينين هنايا صحاب الذهب بزاف، الذهبيه كما قلت لكم هنايا كيكونوا دايرين زعما الاسعار ديال الذهب داك النهار اغلبيتهم في الباب. الا بغيتو تشوفوا كاين ايضا واتسونز، كاين قصاريات هنايا اللي فيهم الملابس. فديك الوقيته هذا كان كيبيع سميتو ممكن داك الفروي دو دراغون كانت كيتسمى، ولا اخر هذا الكرموس الهندي، حتى هو هذا العام غالي فحال في المغرب. صافي هنا كاين محلات ديال الاحذيه، الاكسسوارات، الذهب غتلقاوه بزاف هنايا. واخا انايا صراحه كنشري من عند واحد راني شاركته معكم، ما كنتيق صراحه خصوصا في الذهب. كيف كتشوفوا هنايا راه بزاف ديال القصاريات وبزاف ديال يعني المراكز، ما بغيتش ندخل ليهم كاملين حيت اصلا ما كانش صراحه ما كانش هاد المخطط ديالي ان نمشي لهاد السوق، ما كنتش كنعرف صراحه باش نجيكم نيشان، انا اول مره غادي نكتشفه. فدخلت بغيت نصور لكم غير زعما مقتطفات حتى ان شاء الله شي نهار ونرجع لكم تماك ونقلب لكم مزيان بلاصه بلاصه. كما كتشوفوا كاينين محلات هنا اللي كيبيعوا حجابات، كاينين هنايا بحال دابا باتيسريات كبار اللي كيديروا الحلويات وداكشي. هنايا هذه بحال القصاريه
فيها لتحت فيها الفوق، انا غادي غير نعبر من هاد الجهه للجهه الاخرى باش نوريكم اش كاين في الجهه الاخرى. شوفوا معايا، كاينين بزاف ديال الاماكن ديال الاحذيه، كاينين ملابس ديال هكا الرضع الاطفال، كاينين الصبابط بزاف هنا، الحقائب ايضا، داكشي ديال الحمام، الفوطات، كلشي كتلقاوه هنايا، زعما حتى الاواني كاينين هنايا، الالعاب. المهم راه كتشوفوا على عينيكم. انا خرجت من الجهه الاخرى، يعني بحال قطعت، حيت هاد باش عجبني زوين صراحه هاد القصريات، ديري لهم باب من هاد الشارع وباب من الشارع الاخر. هنايا بحال خرجت من الجهه ديال منين خرجت من داك القصريه ديال ماشي من ديال السوق ديال السمك، من تماك هنا راه كاينه واحد الوسعه اللي هي كبيره ايضا، وديك الجهه اللي من هنا اللي كنشوف فيها راه حتى هي فيها بزاف ما يدار. منين سالي وغادي ندوزو من تماك، فدخل دابا القصريه واحده اخرى، فهمتوني؟ دابا مشيت نيشان خرجت وعاود دخلت من قصريه واحده اخرى باش نخرج عاوتاني من الجهه الاخرى. كيف كتشوفوا هاد البلاصه صراحه ثارت انتباه ديالي، واحد المحل عنده بانوا ليا يعني عنده احذيه زوينين، هما الاسعار ما كانوش رخاصين، فحال هذيك اللي هزيت كانت ديك الساعه ب 1250 ليره. هو الا بغيتو شي حاجه يعني الجوده عاليه راه هذاك هو السعر، وهادو ديري ليهم ديك الساعه ديري ليهم شي 420 ليره، 420 ليره يعني رخاصين. ممكن شي وحدين ديري ليهم بروموسيون، وكاينين شي وحدين اللي غاليين، تقولوا واحد 150 درهم ولا في ديك الوقيته ولا 140 درهم. المهم هنايا كاينين بزاف اللي كيبيعوا الحجابات ولا الزيوفه، كاين هذا اللي كيدير العبايات، كيدير حتى الملابس ديال الصلاه ديال الحاج وداكشي. كاينين بزاف هنايا العبايات، الناس كيقلبوا على العبايات، كاينين موجودين ملابس ديال المحجبات موجودين هنايا. وريتكم غير السميه ديال هذيك القصريه اللي كنت داخله عليها، بالجنب ديالها كاين هذه كتبيع الملابس هكا ديال المحجبات، كانوا دايرين نيت سولد في هاد الكسيوات، راكم عارفين مع كان صافي سال الصيف وبدا كيبرد شويه الحال، يعني نهار كيكون سخون ونهار لا. صافي خرجت من تماك، راه هاد الطواله كامله عمرا ندير قصريات، وهنايا هي هاد سوق السمك ديال اسكودار. هنايا خلينا حافظ مصطفى، الا بغيتو ترجعوا لسميتو العبارات راه من هنايا، تمشيو نيشان تمشيو العبارات. لا انا قطعت الشارع وغادي نوريكم هنايا هاد البلاصه، حتى هي فيها شويه ديال المحلات ولكن اكثر فيها المطاعم وفيها المقاهي. وهنا فين كنت صورت لكم داك المقهى اللي سميتو كوبيش، اللي كيبيع داك الحلوه ديال السوريا زوينه، كنت قلتها لكم. وكاين هنايا بزاف ديال المقاهي اللي تاريخيه زوينه كيجلسوا فيها، وخصوصا هنايا في يوم السبت والاحد راه ما تلقاوش البلاصه ديالكم، كتكون الدنيا عامره. هي هاد كوبيش اللي كنت قلت لكم، هي مختصه بالشوكولاته، عندهم دي بيتي بون شوكولا زوينين، كلهم شوكولات غارقين، عندهم بزاف ديال الانواع ديال الحلويات اللي بالشوكولاته زوينه. فهاد الصف كامل كيف كتشوفوا كتلقاوه مقاهي ومطاعم، حتى هذه خاصه حتى هي قهوه كما كتشوفوا. كاين هذا ديال المثلجات، هنايا راه غير وسط السيمانه، وكان بنهار داكشي علاش الدنيا خاويه، اما في الوقيته كما قلت لكم يعني في العشيات هنا اسكدره كتكون الدنيا عامره، وايضا في الصباح في هذا في السبت والحد كتكون الدنيا عامره بزاف. ما ننصحكمش تمشيو السبت والحد لانه كتكون شويه الدنيا عامره، ما كتلقاوش زعما البلايص ديالكم فين تجلسوا، خصوصا في المقاهي وداكشي الزوينه اللي كتكون هنايا معروفه. فهنايا كنحاول نوريكم، كاينه هاد لا لون حتى هي معروفه باتيسري، وكاين هاد المقهى حتى هو زوين ولكن عمرني ما جلست فيه، دائما كنلقى الدنيا عامره. وهذا مسجد الوالدات الجديد كيف كتشوفوا، راه كاينين بزاف ديال المساجد هنايا اللي معروفه، يعني معروفه، كل مسجد عنده التاريخ ديالو ديال واحد من السلاطين او امهات السلاطين العثمانيين. كما كتشوفوا هذا الوالده من كيكتبوا ديك فاليده، في هي الوالده عندهم، هي الوالده فاليده، هي الوالده. كيف كتشوفوا هذا هو المقهى اللي قلت لكم، راه دائما كيكون عامر. هنايا راه كاينين شي مقاهي اللي باقيين كيصلحوا فيهم كيقادوا فيهم، دابا تمشيو تلقاهم قادو
صلحوا وصاوبوا كل شيء، فكنحاول غير نوريكم اشنو كاين، واحد الجوله اللي خفيفه، ما بغيتش نغبر عليكم صراحه، ولكن ان شاء الله قريبا غادي نصور لكم فيديوهات لي جدادين غادي نحطهم لكم. خديت هاد الوقت شويه فتره ديال النقاهه، ارتاحوا خصوصا مع هاد البرد ومع المرضى اللي كنت مرضت انا والوليدات ديالي شويه جهد العام، كاينين بزاف ديال الفيروسات. الله ينجينا ونجيكم، خصوصا هنايا في تركيا كنعرف بزاف ديال الناس اللي مرضين حاليا عندنا، كيدور عندنا فيروس ديال انفلونزا الخنازير صراحه، خصوصا في المدارس، ماشي شي حاجه كتجي غريب وصافي، جارتي نيت عندها. ايوا الله يشافي الجميع. هادشي اللي كاين، كما كتشوفوا هذا كاين مترو وكاين المرماراي، الا بغيتو تنزلوا من هنايا مثلا، ما بغيتوش ترجعوا في العباره، كتنزلوا من هنا كتقدروا تدوزوا نيشان المرماراي، راه الفوق كتمشيو نيشان المرماراي وكتاخذوه كيحطكم تنزلوا في، الا بغيتو في سيركت جي ولا تنزلوا في المنطقه اللي قريبه ليكم. وكمعلومه اضافيه، هاد المترو حيت دابا غتشوفوني غدا في مترو، هاد المترو راه كيديكم الا بغيتو تبقاو غير في الجهه الاسيويه اكيد ماشي الاوروبيه، كيديكم حتى للعمرانيه، السوق اللي معروف ديال المحجبات، الا بغيتو تمشيو ليه من هنا فهو سهل ليكم. فهذا مكان كانت واحد الجوله اللي خفيفه ظريفه، درتش فيكم، سمعتكم صوتي شحال هادي غبرت عليكم، كنشكركم بزاف على الرسائل ديالكم، على التعاليق، على الناس اللي كتسول فيا دائما، نعرف في الانستغرام كنكون يعني اكتيف، وخا هاد الايام ما بقيتش كنبارطاجي لي ستوري بزاف، ولكن ان شاء الله جاي الجديد وغادي نشاركو معكم. شكرا بزاف على الحب ديالكم، ونقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.